تنطر طايرتي يخرب بيتكم شو قليلين ذوق العمى بمدوا ايدهم على الرزق كمان. شفتك ولك شفتك انت ابن ابو شهاب عرفتك ولك انا بفرجيك يا عمنطشي يخرب بيتك الله يعينك تقرب مره ثانيه على طر طايرتي العمى بقلبكن العمى مثل العفريت شاقين الارض وطالعين العمى يخرب بيتكن العمى يخرب بيته العمى تقولي عفريت وشاقق الارض وطالعين. شفته هلا بروح لعند ام شهاب وبحكي معها. عم قلك كمشته بالجرم المشهود وهو عم يلعب بالطرطيره وينهب الرزق بعد. ولا يهمك تقبرني. قلي وين مشوارك اليوم؟ وين بدي اروح يعني؟ مثل العادي عداير العصافير بدي احمل كم كيس سماد من هنيك وبدي اخذ الفجلات والبصلات وسوقهن بسوق الهول. يعني بدك تتاخر؟ لا بديش اتاخر يعني حسب التساهيل. يلا بدك شيء؟ لا ما بدي شيء سلامتك مهوني بس امشي على مهلك لان سواقتك على قدها وشوفاتك نص ونص. نص ونص يعني انت يلي شوفاتك ملاح نص ونص. ايه الله يرضى عليك جهزوا لي عده صيد كلياتها. ايه وامسحوا لي جفوتها منيح. ايه مشان زبره. ماشي ولا يهمك الله معك. رح تطول بالمزرعه؟ شغلت يومين ثلاثه مو اكثر. ليش كل هالقد؟ يا صالحه هذا موسم صيد الحباري وبيجوز نعسكر يومين ثلاثه بالجرد العالي. اي سياره رح تاخذ معك؟ رح اطلع بالبومه والشباب رح يطلعوا ورائي بال505. يعني الشبح رح تضل هون؟ ايه نعم رح اترك لك اياها واذا شي حدا اتصل فيني من التجار اعطيهم رقم المزرعه. هلا لو قعدت هون قدرت بالك على موسم الزيتون مو احسن لك من الطلعه؟ لا مو احسن. موسم الزيتون ما رح يهرب بيستنى بس الحباري والترغل ما بيستنوا. رستم بيت كل شي جاهز رستم بيت. والشباب وينهم؟ منتظرين تحت. اصبح زين حمي السيارات على بين ما اجي. حاضر رستم بيت. يلا تريد شيء قبل ما نمشي؟ سلامة قلبك مهوني. وينك رستم؟ نبه على راتب يسوق على مهلها. حاكم أنا ما بتعجبني سواقته بنو. تأمري أمر صالحة خانو. الله معك. الله يسلمك. اجل معلم يا شباب. وين طاح هشاد؟ زين قل له خليه يرجع لورا. عمرك رستم بيك. ارجع لورا يا حباب. الطريق ما بيساع الا سيارة واحدة. شي؟ وأنا شو دخلني يعني؟ شلون شو دخلك؟ الكركوبة تبعك قاطع الطريق. لا تقول كركوبي إذا بتريد واحترم حيلك. ها بعدين المفروض يعني انتو اللي ترجع مش أنا.
أنا قاطع ثلاث أرباع الطريق وبخين علي الربع، فإذا رجعتوا أنتوا ربع الطريق أحسن ما أرجع أنا ثلاث أرباعه. العمى هذا مجنون ولا طاقة فيوزاته؟ طول بالك يا ناظم، أنا بتفاهم معه. شوف يا أخونا، رستم بيك بده يمرق، ورستم بيك ما تعود إطلاقاً يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. بعدين معقولة سيارتين كبار مثل هدول يرجعوا من شان شقفة طرطيرة مثل طرطيرتك؟ فهمت معنى الكلام ولا ما فهمت؟ لا والله ما فهمتش. يعني سيوي أن كنت راكب طرطيرة ولا جحشي ولا سيارة شبح، فأنا بحق لي استعمال طريق مثلي مثل غيري. وإذا كان الطريق مطور باسم رستم بايك لحتى نعرف يا حبيبي. معلم، هذا يمكن ما رح يفهم بالذوق. هيك يبدو. شوف يا أخونا، كلمتين ورد غطاهن، بدك ترجع ولا لا؟ لا والله أبديش إرجع. ما بدك ترجع؟ شوف شغلكن يا شباب. ما كان في داعي تضربوا له هالزلمة كل هالقد يا راتب، يعني كان كفين ثلاثة على كم طيارة على رقبته بيوفوا بالغراض. إيه لا يا بيك، انت بذاتك لو سمعته شو كان عم يحكي كان فار دمار. لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفته من أنو ضيعة هو؟ على هوا سحنته لهجته يا معلم، أكيد من ضيعة عش الزلائط. شو هالحكي؟ يعني ما لقيته تضربوا واحد إلا من عش الزلائط؟ ليش وين الغلط يا بيك؟ ولك يا راتب، أهل الضيعة هاي كلهم مشرانيين ومشكلجية وقتالين قتلة. شو يعني رستم بيك؟ لك شلون شو يعني؟ واضح الشغلة يا راتب، أهل ضيعته ما راح يسكتوا على هالقصة أبداً. بكرة أكيد أخواته وولاد عمومته وقرايبينه راح يعملوا عصابة ليأخذوا بتاره. بس إن شاء الله ما تكونوا ذكرتوا اسمي قدامه. بصراحة يا معلم ذكرنا العنين. ما سمعتني شو قلت له قدامك؟ قلت له رجع لورا، هاي سيارة رستم بيك، ورستم بيك ما تعلم بحياته يرجع لورا، طول عمره بيطحش لقدام. صبر جميل وبالله المستعان. بس بدي افهم، مين وكلك انت تحكي هالحكي؟ من شان هيبتك يا بيك. ايه بلا هيبة بلا بطيخ مبسمير، يعني ضروري روح قتل مشان هيبتي؟ فشلوا يا بيك، يلي برشك بالمي منرشه بالنار والدم. لك حاجة ولا حاجة؟ حاجة عليك مصدي. بكرة عند القنا بالقنا أول ناس بتهرب هو أنتو. شو محلي أعرفكن يعني؟ مو شاطرين غير بالبهرة والمنفخة. الله يسامحك يا بيك، أنت بتمول على راسي. بس يا ريت يجربوا أهل ضيعة عش الزلائط يهجموا علينا، بس لفرجيك شو بدي أعمل لك فيهم. الله لا يقدر. شو يهجموه؟ كش برا وبعيد. قال يهجموا، قال حرك حرك هلا خلصني. الله يرضى عليك يا ام عواد، اعطيني كيلة مي. على عيني يا بعد عيني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. تفضل اشرب يا بعد عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لي شو صار لك؟ مين عمل فيك هيك؟ بلش يفور دمي يا ابو عواد، قل لي بس.
يعني عامل حدث بالطرطيرة؟ لا لا سمح الله ما عملتش حديث. متخانق انتو حدين؟ اي نعم يا معود. انتو مين اتخانقت؟ انا ورستم بايك وجماعتو. حوايلي انتو ورستم بايك؟ وشو هو السبب؟ هيك حيوني لوحني تيسني مني. اما شو اكلت اللي قتلي يا معود؟ حشك ولبك شي على كيفك تمام، ما بتشتهيها العدوي والله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكسر دياتهن ويفك رقابهن إلهي. لا تدعي هيك يا أم عواد، مشان الله لا تدعي هيك. ما بنا الله يكسر يديهن ولا يفك رقابهن، بنا سلتنا بلا عنب. ادعي لربي كف بلاهن عنا ونحن بألف خير من الله. ما فهمت عليك يا أبو عواد. كل خوفي ما يشتي في قلبهن مني بهالقتل يلي سلخوني إياها ويلحقوني لهون حتى يكملوا عليا. فعل الله ولا فعلك؟ وليش حتى يلحقوك؟ مثل ما عم قلك، لأني هددتن بعد ما أكلت القتل. أنت هددتن؟ إيه هددتن. قال لي هذا البغل الكبير يلي كان معهن، قال لي هي القتل لحتى تعرف منو هذا رستم بيك، وسلخني كفين بعدها مثل فراق الوالدين. وانت شو جاوبتهن؟ قلت له وانتو كمان بكره بتعرفوا منو هذا ابو عواد خيال الماره، انا بفرجيكي. لا 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 لا، الله يصلحك ويهديك يا ابو عواد. يعني كنت كل هالكفين بتمسكت ضروري كنت تتفاصح يعني وتقول له انا بورجيكم؟ شو بيعرفني يا ام عواد؟ هذا اللي طلع معي من حلاوه الروح. بسيطة بسيطة تقبرني ولا يهمك، بس ما قلت لي يا أبو عواد يعني ليش هن قتلوك؟ أطلعت لي بنص الطريق وما رضيت أرجع. الحق معي يا أم عواد، الحق معي، الطريق لي. ولك أنت من طول عمرك بتمشي الحيط الحيط وبتقول يا ربي السترة، شو صار لك على غفلي؟ على كل ولا يهمك تقبرني، حط لك تاكل. أبديش ما بديش اتزهر أمشي مسدودي نفسي. ويا ترى هذا ابو عواد له اخوات وقرايبين؟ اهل ضيعة عش الصلاة سيدي كلهم قرايبين. يا حبيبي على العلقة، هذا اللي كان ناقصنا. شو قولك بيهجموا علينا الليلة؟ علمي علمك سيدي، شو بيعرف لي؟ قديش اليوم بالشهر؟ 27. العنين معناها ما في ضوء قمر. ليش شو دخل ضوء القمر سيدي؟ ولك خايف يتسللوا بهالعتمة ويفوتوا لهون، فهمت بقى بيش عم فكر؟ ولا يهمك يا بيك، انا وزعت لك الحراسة على كل ارجاء الفيلا تحسبا لاي طارئ. دير بالك ها، دير بالك يا راتب، لا تبرد قلبك، اعمل دورية كل ساعة الله يرضى عليك. عمرك يا بي. والكلاب شلون وزعتوها؟ الأسود جعاري عند الباب الوراني، والشيانلو على الباب الرئيسي، والدوبرمان على الباب الشمالي. ما بيكفوا يا راتب، ما بيكفوا. روح الله يرضى عليك، دبر لي شي كلبين ثلاثة تانيات، تكون همتهم عالية وشبتهم مرعبة. شو بدنا نعمل يا بيك؟ بالوقت الحاضر ما في غير هدول. يا ريتني ما تفالحت وهديت الكلب الأشقر لمدير المنطقة، لأنه هلأ وقت عاسته، هلأ يا راتب. بالفعل يا بيك، هداك كان قد عشر كلاب. صحيح نسيت أسألك يا راتب، في حدا من رجالنا من ضيعة عش الزرائط؟ لا، بس في واحد عنا مصاهرون، يعني آخذ منه. احلق له فوراً، وعن ناعم كمان، روح الله يرضى عليك شلحوا البارودة واصرفوا على أهون سبب. بس يا بيك هذا أكتر واحد ثقة عنا. لا لا يا راتب، أنا ما عندي حدا موثوق منوب، عمين مثل ما عمل لك الله يرضى عليك. أمرك يا بيك. أوام. كلبنا قطاش مش عم ينبح اليوم، شو قصته؟ جوز يكون نايم يا أبو عواد. نايم هلق وقت النوم، قومي فيقي، قومي فيقي قوام. شو بدك فيه؟ شلون شو بدي فيه؟ ضروري يعني يهجموا وياخذوني على غفلي؟ بينبحلوا شوي إذا شاف حدا غريب وبنبهنا حتى ناخذ احتياطاتنا. تكرم طلع شق علي. شو طعمتي اليوم؟ عندي شوية برغل خيمين وطلع ريحتهن تحت، يعني الحشت له يهن. الله يصلحك ويهديك يا أم عواد، يعني ما لقيتي له أحسن من هالأكلة؟ وشو بدي طعميه؟ لوز وسكر يعني؟ كنتي طعمي لحم، يعني المفروض فيكي بهيك حيلة تذبحي له الديك. الديك الأحمر؟ يعني الكلب ياكل اللحم ونحن نظل عايشين على البرغل؟
هذا اللي كان ناقص. معليش يا معواد معليش، ياللي بده يشعر بالأمن بده يضحي، لأنه هذا الكلب إذا ما طعميناه وحشيناه ودللناه ما بيعود يدير باله علينا وبيصير يطنش ويقضيها نوم. الله يمضي هالليلة على خير. آخ آخ، أمين يا ربي أمين، أمين يا أرحم الراحمين. قالوا نعم نعم، أهلين صالحة أهلين. إيه لا أنا ناوي أرجع بكرة. شو رستم؟ مو على أساس تقعد شي 3-4 أيام؟ بلا هيك كنت ناوي، بس يبدو أنه ما في موسم صيد منيح هالسنة. شو عرفت؟ لسه اليوم وصلت. هيك قالوا لي. رستم لا ترد على حدا، اطلع على عش الزلائط وجرب حظك هنيك. بعش الزلائط؟ لا بس بخاف يصطادوني هنيك، يقرصوني، بخاف ما نلاقي طلبنا صالحة. اي مثل ما بدك. امتى قلت لي رح ترجع؟ بكرة صبح، يعني ماشي من جهجهة الضو. اوف، ليش مبكر كل الآن؟ مشان اكسب نهاري من اوله، لانه شو قلت لحالي وانا قاعد هون؟ شو قلت؟ قلت لحالي يا ولد شو بدك بالصيد وهالعلك الفاضي؟ ايوه انزل دير بالك على موسم الزيتون احسن لك. مو انا اللي قلت لك هيك؟ معك حق، والله معك حق يا صالحة، يا ريتني سمعت كلامك من الاول. بس شو عاد يفيد الندم هلا؟ خير رستم؟ في شي؟ لا لا، شو بده يكون فيه يعني؟ طيب شو عم تساوي هلا؟ عم العب ورق انا والشباب، الله وكيلك حاططهم حوالين هالمزرعة، حواليه يعني، ونازل فيهم سلخ رائع بهالطرنيب. ايه الله يبسطك يا رب. اما شو مبسوط بسط بسط يفوق الوصف. لك اهم اهلي صالحة، تصبحي على خير. عندك وقف، عندك عندك يا اخي لا حول ولا قوة الا بالله. شو صاير لك فايت مثل الحرمية واللصوص؟ اتنحنح يا اخي سعول. خلصت الدورية؟ ايه معلم خلصت. كيف الوضع على الأسوار الأمامية؟ كله تمام معلم. ماشي حال، روح تيسر لشغلك انت هلا. حاضر. لا حول ولا قوة الا بالله، الله يمضي هالليلة على خير. لك آخ آخ، من طول عمري جبان ورعدين وخروق وقلبي قطيعة، منين هبطت عليها الشجاعة فجأة ما بعرف. يعني شو كان صار لو رجعت لورا وخليتهن يمرقوا؟ ضروري الواحد يكبر رأسه على الفاضي. بالفعل مش حلوة التنيحة، لقوا كل يلي معي شقفة طيرة بثلاث دواليب، وبدي المرسيدس والبيجو يرجعوا لورا مشان فخامة الطرطيرة تبعي. بستاهل 100 قتلة على هالشغلي. وبصراحة ناس غيرهم كانوا فكوا رقبتي. بالفعل طلعوا هالجماعة أكابر وما تمدوش معي كثير، بس يا خوف يكونوا مبيتين ليها. الله يستر يا رب، الله يستر. يا بيك شو هجموه؟ ما حدا هجم يا بيك، بس طلع الضوء انت نايم هون.
يبدو اني نسيت حالي وسهيت وانا قاعد. اللي يا بيه بتحب تفطر هون ولا برا بالجنينه؟ لا بدي افطر لا هون ولا برا. خليهم يجهزوا لي عروسه لبنه وخيارتين، وجهز لي حالك انت وياه هون مشان نرجع. حاضر يا بيه. بسرعه الله يرضى عليك. ابو عواد، يا ابو عواد، يا ابو عواد. شو صار؟ شو صار؟ هجموه؟ ما حدش هجم. شو صار لك هالقد مرعوب؟ ما بدك تفطر؟ لا بديش افطر. لفي لي عروسي تلبني بيمشي الحول. يعني ما بدك تروح على الشغل؟ والله ما بعرف، احترت والله حيرني. شو قاولتك، روح ولا ما روح؟ خلص يا ابو عواد، روح وتوكل على الله. يعني مش معقول تضل قاعد بالبيت بدون شغل. معك حق، معك حق. اصبح لقوم جهز الطرطيرة وشق على مية البطارية وزيت الفرام. روح روح يا بعد عيني، روح. الله والنبي يكون معك ويحرسك يا رب. ماشي بنور الله، ادعي واقول يا رب. ماشي بنور، رستم بيك لعينك، رستم بيك لعينك. نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك. هيك وهيك وهيك وهيك، هيك وهيك وهيك وهيك. للبيع عادي رستم بيك، للبيع عادي رستم بيك. رستم بيك، رستم بيك، رستم بيك، رستم بيك. نحن رجالك حواليك، نحن رجالك حواليك.